مساء الخير مشاهدينا ويا اهلا ومرحبا فيكم بليالي الكويت. التواصل بهذا البرنامج المميز ما عليك الا هاشتاج ليالي الكويت في تويتر وانستغرام. غاده مساء الخير، وشو هالطله يا غاده؟ انا شو هالطله؟ انت الناس استغربت وجودك بهالدشداشه وهالقطره. متسلف من الوسمي يعني؟ عايش شخصيه الوسمي. لان حلقتنا اليوم فانا مبدل معاه، فلازم يعني اطلع بستايل الوسمي. حبيبي الوسمي. لا بس يلوق لك، نبيك تكثر ان شاء الله. حاضر. ولا اخاف هذا اوامر العروس من والله توقعين كذي يعني؟ والله يمكن ما يندر عاد يبين بعدين الحلقات الجايه. يعطيك العافيه. مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله، وحلقتنا ان شاء الله تنال اعجابكم. راح يكون فيها من الطرب والغنى الشيء الكثير، وراح يكون فيها ايضا فرقه استعراضيه زائرتنا من سريلانكا. سريلانكا راح نتكلم عنها ان شاء الله، هي موجوده وراح يكون لها حفله يوم 7 فبراير. كنت تبين من سريلانكا على مسرح على مسرح جامعة الخليج إن شاء الله. فتشوفوا البوستر معك. هذا البوست مالهم. هذا البوست مالهم، تاريخ 7 فبراير في جامعة الخليج. والله بوست حلو غادة، ها؟ واستعراضهم والله كان مميز. بعد شوية إن شاء الله تشوفونا معنا بإذن الله خلال حلقتنا. وهالورد الحلو طبعا راح يكون معنا الأخ نايف الجزاف. طبعا هو مصمم الورد هذا، وراح يكلمنا عن الورد وعالم الورد وجمال الورد وأهمية والله وجود الورد. يعني يا ريت كل بيت يكون عنده ورد طبيعي. يعني كان زين والله غادة، بعدين يشرح النفس. اي والله قلناها مع بعض، والله الورد فعلا يعني يفتح النفس. فأنا بنتكلم بهالموضوع. أيضا عندنا غادة ما ننسى نجمة عرب آيدي راح تكون معنا طول فقرات ليالي الكويت. حنان رضا راح تكون منورتنا في ليالي الكويت اليوم، وراح هذا الصوت البحريني صوت الشجي والجميل والله. راح تكون معنا إن شاء الله حنان. وأيضا راح يكون معنا ولأول مرة غياب طويل عن شاشات التلفزيون الشيخ نمر فهد الصباح، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية. راح ينورنا الليلة، وراح نحاول نتكلم من منظور اجتماعي شوية، نوخر عن الشغل ولوية الشغل. صح، يعني غادة اليوم حلقتنا اللي بنوصلها للسادة المشاهدين، حلقتنا اليوم منوعة وحلوه، واحنا اللي نبيه من مشاهدينا نبيكم تتابعونا بس. وانت راح تستانس، انت شخصيا راح تستانس. ليش؟ تدري ليش؟ ليش؟ لان هذا الورد اهداء من نايف. ايه؟ من الاخ نايف الجزاف وكل فريق العمل علشانك، علشان ملكتك. حياك الله. وايضا حنان وايضا حنان عندها مفاجاه حقك، راح نسمعها مع بعض ونزف المعرس. يلا نزفها. وراي يا عريس عين الله ترى
الفنانة الشابة ليلى عبد الله، مشوار 6 سنوات في عالم الفن، ماذا قدمت من خلاله؟ ما هو العمل الذي تفتخر به والآخر الذي تمنت لو لم تعمل به؟ ليلى عبد الله تتحدث بصراحة عن المعوقات التي تواجه الفتاة الشابة في المجال الفني. لماذا اتجهت ليلى عبد الله لتقديم البرامج التلفزيونية؟ ليلى عبد الله في ليالي الكويت غدا. ويانا ضيف مهندس وسياسي محنك. هذه حال الأب الكويتي الطبيعي. علاقتك في والدك أنا ودي أعرفها. تعلمت منه أحمل المصاعب، أحل أموري بروحي، أوصل الهدف اللي أبيه. ما زلت للحين تلعب كرة؟ لا كرة ما ألعب، أحب العمل الجماعي، أحب العمل الحركي، أحب أحط رأيي، أحب أصلح. شنو طقوسك لما تبي تطلع حداك؟ أنا أحب الميدار الصغير، بس أحب الميدار اللي يصير فيه تشرشفني. انتظرونا في ليالي الكويت مع المهندس والنائب عادل الخرافي في أحلى مود. هل سبب إقامتك في الإمارات للزواج من إنسان خليجي؟ أنا مو قاعدة أتلصق في أحد. نقول مبروك ولا بعد ما صار؟ هذه أشياء بسيطة وأنا أعتبرها تافهة. يقولون إن نفس الدكتور دكتور تجميل اللي سويت عادي، حالي حال البنات. صار فيك هالموقف كنا مع ممثلة؟ إذا سبوني حيل حيل قالوا دب متينة. لكل متابعين تلفزيون الكويت تابعوني في لقاء جريء جدا جدا مع عبد الله اللي يحيى في ليالي الكويت، تابعونا. انا الفنانه هاديه التونسيه، انتظروني ان شاء الله يوم الاربعاء في برنامج ليالي الكويت، وكل عام وانتم بخير والكويت بخير، وانا نحبكم برشا. شعب الكويت يا أمين، عمر شمال ويمين، وابني مع البنين في ظل آل صباح. شعب الكويت يا أمين، عمر شمال ويمين، وابني مع البنين في ظل نايف، مساك الله بالخير. طبعا نور انت والورد اللي ويانا بالاستديو، حبيب قلبي ابو حسن. شكرا، يعطيك العافيه، مغطيك الورد ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك، الله يطول عمركم ان شاء الله، انت والورد والخير كله حبيبي. شكرا على وجودك معنا، وهالورد الجميل وهالالوان الجميله تنور فعلا اي مكان تكون موجوده فيه فعلا. نبي نتكلم عن اهميه الورد بحياتنا اخوي نايف، ايش رايك؟ والله الورد يعني لو تفكرون انتم في الورد، سبحان الله، ما حد يجي ويقول حق احد تعلم حب الورد، هو شيء بالفطره. يعني الانسان لما يكبر او حتى الياهل الصغير ورا ورده مثلا، ورا ايفون وهو صغير مثلا، فراح تشوفه ياخذ الورده، يعني يميل الوردة لها جماليتها، يعني شيء موجود في جينات البشر البشريه من الطبيعه، ويعني فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء في الإنسان يعني بالجين، فسبحان الله. وبعدين الورد دائما هو يعني symbol of appreciation or recognition، فإذا أنا أبي أعبر عن تقديري وامتناني لأي شخص دائما أقدم له ورد. أبو حسن، بس أنا قاعد أقول مع حق قادة قبل شوي، أقول هذا ذوق الكويتين وايد صعب.
إيه نعم. يعني انت شلون قدرت ترضي هذه الاذواق وبنفس الوقت احنا نبي يشتغل نبي يشتغل عشان منسق الورد يبدي يسوي لنا شيء شغل حلو واحنا نعم. قاعدين شنو انواع الورد هذه وهل هي مثل ما قال عبد الله من الانواع المحبوبه عند الكويتيين؟ والله اي نعم احنا الاوركيدز والتوليب والروز البيبي روز والهايدرانجا وكثير من الانواع الثانيه هي مرغوبه عند الناس في الكويت ويحبون ان يتعاملون معها ويضيفون اهم شيء الريحه الجميله اللي طالعه منها يعني نعم الورد نعم الطبيعي اي نعم صح اي نعم اي نعم بس ابو حسن الحين الاخ شو اسمه قلت لي مايكل مايكل الحين لو يبلش يشتغل فيه كثر يطول والله انت واحنا لان محدوديه الوقت صح. فقلنا يعني اتمنى نسوي شيء اسمه سبراي مايكل بليز جو اهيد اند ستارت وذ ذا سبراي اي ما ياخذ منك انت اوردر لا تقول لي قاعد يقول بلش يطالع ابو حسن ما ياخذ الا من ابو حسن يا جو اهيد بليز ف احنا يعني فكرنا بشيء بسيط وسريع نسويه قلنا خلينا نسوي البيس حق التيبل يسمونه سبراي وان شاء الله يعني نحاول ان بهالدقائق القليله اللي عندنا يعني نمتع الجمهور ونفيدهم بمعلومه عن الورد وعن التنسيق. انا من المعلومات اللي بعرفها نعم. انا يمكن شاب ما ميل للشغلات هذه لكن بعرف بالعكس في ورد معين في ورد معين مثلا لكل مناسبه مثلا المريض تهدي له ورد معين ولون معين حق الحبيبه لون معين عد الغاده اسال هذه امانه النبي يعني المعلومات هذه نستفيد منها ونقول حق الناس. بالنسبة لأنواع الورد وعلاقتها بالمناسبات هذا شيء معروف وكل وردة مثلا الورد الأحمر لا علاقة بالفالنتاينز مثلا أنا أشوف أن الورد الأحمر أهم شيء لأنه حتى موجود بالواتساب هو الوحيد وعلى طول أي نعم كلمتين نعم وردة حمراء وبعدين عندك مثلا طبعا كل ثقافة وكل مجتمع أيضا ترى يعني رمزية لون الورد ونوعه تختلف على سبيل المثال مثلا في المجتمع الياباني إذا كان الإنسان مريض ما تودي له ورد أبيض لأن هذا على قولتهم فال موت شؤم فال شؤم صح صح غير مثلا المجتمعات الثانية ولكن للأمانة بالفترة لازم الأخيرة نفهم يعني. يعني الورد هو بالنهاية فن وفاشن زين بالنسبة لنا احنا اللون الأبيض شنو يدل على شنو احنا كنا النقاء والصفاء شيء. أحسنتي بالضبط النقاء والصفاء بس متى أهدي يعني أهدي لي مثلا والله ساعات أخوي نايف تحس أن الورد عندنا يعني مو على معناه كثر ما على شكله وعلى الثيمة اللي احنا بنطرش له يعني مثلا اللي عندها استقبال ولادة أنت تعرف ثيمة المولود ولد بنية هي بالضبط. شنو شنو راح يكون ديكورها من داخل إذا كانت إحدى الصديقات المقربات فأنت تبعث لها شيء تستفيد منه نعم. نفس الشيء اللي عنده مثلا ملكة اللي عنده شيء من هالنوع نعم صح؟ بالضبط هذا هو يعني مثل يعني ما تقولين جزء إجابة من على الديكور. سؤال أن الورد وعلاقته بالمناسبة اللي أنا كنت أبي أقول أن بالفترة الأخيرة يعني بالسنوات الأخيرة القليلة لاحظنا أن اللون ما له علاقة بالمناسبة كثر ما هو الشكل العام الكومبينيشن مال الألوان وأنواع الورد حلو فمو بالضروره انا تكون الورده حمراء للمناسبه الفلانيه أيه. نعم هي بالليترشر موجوده ان الورده الفلانيه للمناسبه الفلانيه ولكن مثل ما قلت لكم الورد هو فن وفاشن فاحنا دائما نحاول نتبع الفاشن ونشوف شنو اخر الابديتس اللي موجوده وشنو هي الترندز وان احنا دائما نقدم انه يعني شيء حلو ومتميز ان شاء الله جداً. انت متميز باذن الله تعالى بس احنا عندنا خبر حصري وانا بشوف الورد مالك يعني بعد شوي الورد نبعثه حق كل النجوم اللي شاركونا بهالفبراير اتمنى وصراحه يعني كانت حفلات جميله خصوصا الفنانه اصاله نصري كانت ما زالت موجوده بالكويت غاده وبعد اليوم. وبعد بعد بعد في خبر حصري يعني زملائنا شو سووا مسيو مايكل خلي Would you please take your stuff and continue somewhere else? And then we'll take the piece. We'll put it in the table, inshallah. انزين. عندنا فريق ليالي الكويت طبعا الأستاذ قاسم والأستاذ إبراهيم شافوا طبعا أصالة نصري بالفندق وهي شنو تكلم بالتليفون من التوقعين العملاق عبد الحسين عبد الرضا احنا ما ندري يا غادة اذا كان في عمل بينهم ولا لكن لا ما ندري لكن اللي نعرفه ان في تقرير مجهزين الشباب لكن بعد شوي نعرض لكم اياه لا تروحون بعيد وتابعونا خلكم ويانا I'll be
حلم حياتي اشرب، يعني حموت لو اقعد اشرب معك اقعد معك واحكي لك وحط لا هذا شرف لي. لا وين باكر انا هلا طالعه من المطار، انا راجعه بس باذن الله تعالى بعد شي 10 ايام ممكن تكون اول زياره لعندك تعطيني وقت وتقعد تذاكر معي وتحكي لك اسراري وتفضل يا عمر روحي والله انا اللي متمنى روحي يا ابوي يا عمر يلا ان شاء الله بشوفك قريب دير بالك على صحتك وشد عضلاتك حبيبي يا الله يحبيني يا رب كيف بديت الفارغ برايك وليش طورت الزيارة قاعدة أكثر اليوم؟ بالنسبة لي أنا من أجمل الأشياء اللي بتصير لي هي زيارتي للبلد لأنه أولاً تربطني علاقة غير عادية بالناس عموماً يعني الناس حتى اللي ما بعرفهم وعندي أصدقاء وأخوة كثير كثير عندي أصدقاء يعني أنا بسعى دائماً لأني أقضي معهم وقت طويل يعني بهالحياة ومن الرحلة اللي عايشينها بحس في هيك تواصل أرواح بيني وبين أهل الكويت والحقيقة حبي واحترامي وولائي لهالبلد أكبر بكثير من إني حتى أدير أغنية معروفة أو أغنية مغنات للكويت فبإذن الله وبحس إنه أنا كل شيء بقدمه يعني حتى هي الروح اللي بتطلع مني على مسارح الكويت هي بتعبر عن محبتي وعن شكل تعلق فأنا جدا سعيدة قعدت زيادة لما كان عندي حفلة خاصة امبارح غنيت فيها حوالي 7 ساعات وكانت حفلة رائعة وصلت بحفلة هلا فبراير فوق الخيال في خبر حصري لليالي الكويت لسه بكلمة لفنان كبير عبد الحسين عبد الرضا شو سر تعلقك فيه شو سر مكانك؟ أنا بعشقه يعني بحبه حب يعني لا تتخيله بحس هو يعني الحقيقة إنه يعني بحسه فيه من روح بابا فيه من لأنه بابا كان هيك بابا كان ظريف بابا كان لطيف ومحب بحب الموسيقى حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه شو كان غنى لو تعرفه؟ انهبل فيها انت بعثت لي اياها صار عقلي لما شفت يعني الشيء بخليني احس بفخر غير عادي يعني عموما انا شخصيه من الناس اللي يعني عندهم ثقه بنفسهم زايده يعني بيكون كوني سمعت كمان عبد الحسين عبد الرضا بغني لي بعد بخليني كثير بتزيد ثقتي بنفسي بزياده وانا مو ناقصني يا بابي انا مو ناقصني كمان ثقه زياده مبسوطه كثير كثير بالزياره وان شاء الله بعد كم يوم باذن الله باذن الله باي باي لو كنا ود انتو الغصون يا زينة الدنيا لنا يا اغلى حياكم الله معانا من جديد وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالتقرير وشلون الزملاء قدروا ياخذون هذا اللقاء الحصري والسريع من الفنانه اصاله نصري يعطيها الف عافيه على كل هالكلام الطيب والحلو اللي قالته ونتمنى ان شاء الله مشاهدينا تستمتعون بالحفلات القادمه اللي راح تكون ان شاء الله بالويكند القادم وراح يكون اسماء كبيره ان شاء الله في هذه الحفلات راح يكون معانا الحين طبعا ضيفي شرفنا وينورنا يمكن منقطع أو مقل جدا عن اللقاءات التلفزيونية والإعلام بصورة عامة اليوم قدرنا أن احنا نستضيفه ويكون معانا حصريا في ليالي الكويت الشيخ نمر فهد المالك الصباح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية نورتنا في ليالي الكويت يا أبو فهد مساك الله بالخير مساك الله بالخير حياك الله وينك عن الإعلام مختفي؟ والله أنا مقصر بدوري الإعلامي لكن دائما نفضل أن إذا بطلع لازم يكون في عندي شيء يستحق أني أطلع عشانه لأن آخر ظهور لك 2012 عدل 2012
طاف وقت طويل يعني. بس حلو من حظنا اليوم راح يكون هذا اللقاء الممتع إن شاء الله بوجودك. وفي البداية نبي نتكلم عن الكويت قلب العالم التجاري، وهذا المؤتمر اللي راح يكون تحت رعاية سامية إن شاء الله من حضرة صاحب السمو. راح نتكلم عن هذا المؤتمر بإذن الله، بس بعد ما نشوف هذا السي في الخاص بحضرتك. الشيخ نمر فهد المالك الصباح، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، يتحدث عن مؤتمر الكويت قلب العالم التجاري، ويتحدث أيضاً في ليالي الكويت لأول مرة عن حياته الشخصية في لقاء متلفز. بس في ليالي الكويت الآن. شيخ نمر، طبعا هذا حلم كل كويتي اللي على المؤتمر اللي بيصير، بس بيك تكلمنا عنه بالتفصيل بتاريخ 21 فبراير، شنو راح يصير يعني بالضبط؟ طبعا كلنا نؤمن بان معرض الكويت الدولي انشئ مو عشان اقامه المعارض اللي كنا نستبق فيها، احنا نؤمن بان معرض الكويت الدولي ينشئ عشان يقام في معرض دولي على مستوى العالم، وايمانا منا ب رغبة صاحب السمو أمير البلاد أبو فدى بجعل الكويت مركز مالي وتجاري إقليمي، وعشان نحقق هذا الرؤية بتحويل الأقوال إلى أفعال رأينا بأن نعمل أول معرض كويت تجاري دولي نستدعي فيه ويكون مشاركين فيه جميع دول العالم. طبعا هاي تجربة الأولى لنا بالكويت، دول مجاورة سبقونا في هذه التجربة، الدول العربية يمكن اجتازوا 30 سنة و 35 سنة و 40 سنة في المعارضهم الدولية، لكن نحن نرى بأن مهما كان هناك في تأخير في إنجازها لكن تكون موجودة على أرض الواقع. بدينا في تحضيراتنا صار لها أكثر من سنة ونص، اجتمعنا مع الجهات المعنية، كان هناك دعم من معالي الوزير لتحقيق هذه الرؤية، وبدينا نشتغل مع أرض المعارض الكويتية ومجموعة جهات تدخل فيها. طبعا راح تكون إن شاء الله من تاريخ 21 إلى 27 فبراير من ضمن فعاليات هلا فبراير. ممتاز. راح تشارك فيه أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية. طبعا أي معرض يتجاوز 13 إلى 15 دولة يعتبر نجاح بالنسبة لنا إحنا كأول مرة نبدأ هذا المعرض من بداية 20 وفوق، يعتبر هذا بداية النجاح. جميل. كذلك راح يكون هناك مشاركات محلية، راح يكون من ضمن الافتتاح ممثلة رئاسة وزارة رئيس وزراء بريطانيا، وكذلك أكثر من 3 وزراء تجارة. هذا المعرض بالنسبة لنا هو الرؤية الواضحة ب تعديد مصادر الدخل في الكويت وعدم الاعتماد على النفط، نرجع إلى ماضي الكويت القديم بأنه هو طريق الحرير، وعلشان تكون عندنا هذه الرؤية وهذه الخطوات الثابتة لابد من أن يكون هناك أدوات فاعلة ملموسة. فعلا. كون الكويت قلب العالم التجاري، الموقع الاستراتيجي فيها لم يستغل بطريقة صحيحة في هذا الموقع. طبعا حطينا معانا في هذا المعرض الكويت الدولي الشريك استراتيجي معانا غرفة التجارة والصناعة، فمن ضمن الدول المشاركة راح تكون نظام وطرق تجارية وحق غرفة التجارة والصناعة عن طريق رجال الأعمال ورش عمل لدعم مركز الكويت المالي بشراكتنا الاستراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة. طبيعة هذا المعرض شنو راح تكون يعني بما أنه يعني على مستوى عالي جدا؟ هذه البوثات تمثل الدول، فكل بوث يعني كل دولة كحكومات وليست يعني مو تجارة تجارية خاصة، هذا يعتبر بوثات حكومية تمثل كل دولة فيها. تروج حق شنو؟ منتجات ولا شنو؟ كل دولة لها حرية ترويج لمنتجاتها اللي هي ترى مناسبا في هذا الرؤية فيها. على هامش المعرض راح يكون هناك ورش عمل ولجان تنسيقية مع رجال الأعمال من جميع دول العالم، وخذينا هذا الإجراءات بحيث أن نستفيد أكبر قدر ممكن في هذا الفعاليات.
يعني راح يكون في شيء عقاري ولا خدماتي ولا شنو بالضبط؟ راح تكون دولة يعني تعرض منتجاتها، كل دولة تعرض منتجاتها بشكل عام. هذا المكان أو الحيز اللي تتأجره الدولة هي لها حرية الاختيار، بإن كانت تبي تعرض منتجات صناعية أو زراعية أو تجارية أو استثمارية. حلو، يعني راح يكون منوع. منوع. طبعاً دخول بعد هيئات مثل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، عندنا هيئة مركز صباح الأحمد للإبداع، جميع هيئات مهمة في دخولها كشريك استراتيجي في هذا المعرض والتسويق له. نسبة المشاركين فيه راح تكون جدا عالية. احنا اشتغلنا بإنشاء لجنة متكاملة عن طريق أعضائها وهي وزارة الخارجية، وبدورها هو القنوات الرسمية التي نستطيع ندعو فيها الدول للمشاركة فيها. كذلك وزارة الداخلية اللي هي دورها مهم في سمات الدخول وكذلك التأمين لحماية هذا المعرض. احنا اشتغلنا، لو تشوفون أرض المعرض تغير بشكل كبير الحين، هذا شغل أخذ أكثر من سنة ونص. نعم. عشان نسوي المنظومة الأمنية من جميع النقاط ومراكز حق الداخلية، الله يعطيهم ألف عافية، عشان يكونوا هناك مركز أمني مراقب إلى دخول وخروج معرض الكويت الدولي، وكذلك الله يعطيهم العافية جمارك الكويت وإنشاء منطقة جمركية مؤقتة في هذا المكان. ما نخفي دور أرض المعارض الكويتي في الجهود اللي قاعد تشوفونها الحين، راح يتشغل بهذا الوقت أول قطار نقل المواطنين والمقيمين عشان يقدرون يتحركون فيه، وهذه فعالية جدا ممتازة. طبعا احنا ما نقدر ننسى دور القطاع الشبابي، كان لهم أولوية عندي خاصة، بحيث أنه وضعنا لهم مكان حق المبدعين الشباب يسوقون منتجاتهم. كذلك راح يكون في الخارج مجموعة مطاعم لملاك كويتيين، وراح تصير مثل دعم حق الأخوان الكويتيين في هالشيء. فاحنا جمعناها من جميع الجهات بحيث أنه يستفيد منها الكل. يستفيد ما شاء الله عليك أبو فهد، أنت رغم الشغل الكثير اللي عندك، لكن الكتاب هذا يمكن أنا أشوفه وايد مهم، عن المغفور الله طال عمرك الشيخ فهد المالك الصباح طبعا. وأيضا بنتكلم عن تكلمت عنه وعن سيرته الذاتية خلال هذه الفترة الله يرحمه، لكن بنعرف أنت يعني إيش كثير طول وياك الكتاب هذا، خصوصا أنت يعني بهالفترة كنت وايد مشغول وتعبان على مبين. هواية الكتابة أو ملكة الكتابة صعب جدا أن هي تتواجد عند الأشخاص. ومكتوب هذا الكتاب اللمحة التاريخية عن حياة الراحل الوالد رحمة الله عليه بطريقة جميلة جدا، ويعني الواحد ما يحس أنه هو مثلا قاعد يقرأ كتاب بطريقة تاريخية جدا. يعني خذ منك وقت طويل بالقراءة والصور الجميلة هذه المعبرة، يعني أيضا الكتاب لا يخلو من هذه الصور، وحتى يعني عندك بعض الوثائق التاريخية اللي حطيتها بالكتاب. إيش كثر استغرب؟ طبعا فكرة نشأة هذا الكتاب اللي هي بعد ما توفى والدي الله يغفر له ويرحمه رحمة الله عليه. هذا الإنسان عظيم بأفعاله، حبيت أني أخلي الذكرى. فمن أهم الأشياء تقدر تخلي الذكرى في أنك أنت إما تعمل أعمال خيرة، صحيح. كذلك أن تخلي الذكرى في تصنع كتاب يتكلم عن حياته، سيرته الذاتية كان. وسيرته الذاتية. لكن قبل ما أتكلم عن والدي لازم أتكلم عن صباح الأول اللي إحنا أساسنا. جميع كتب التاريخ بالكويت اللي هي بدأت من 1926 كانت تتكلم عن الكويت عن طريق صفحة صفحة ونص وجدا مختصرة، ولم يذكر منه أبو صباح الأول. ما كان مبين تفاصيل فيها، وحسيت في صعوبة في بداية كتابتك لهذا الكتاب، صح؟ بالضبط. أنت حتى مرفق مع يعني الشجرة، شجرة الصباح، من بداية صباح الأول. من بداية صباح الأول، صباح الأول، وهي من إعداد الشيخ نايف الصباح. وهي موثقة من الديوان الأميري. هذه مأخوذة من الشيخ نايف الصباح، وهذه المعتمدة بالديوان الأميري. موجودة في كل مكان. موجودة في كل كتاب، كل نسخة من الكتاب. ممتاز. نعم. ليش حبيت تتوقف عند صباح الأول؟ يعني أنا فكرت بأن هو البداية
المفروض نتكلم فيها من وين أنشأت العائلة، وين تنقلت. صح. فبديت أجبع بالمراجع، خذيت من الوثائق البريطانية أكثر من 26 وثيقة، كل وثيقة تتكلم عن 1700 صفحة. مرات أبدأ بالقراءة من الساعة مثلاً 3 أنتهي الساعة 4 الفجر، لأن تندمج وكأن قصص يعني مترتبة بعض. فقعدت تقريبا تخليك تستمر بالقراءة. وهذه الطريقة اللي كتبت فيها الكتاب بالضبط، فكنت استمتع فيها. ولأن كتاب ولازم انه يكون دقيق بكل سطر انا اكتب فيه، ولازم اكون انا مؤمن فيه وما اجامل يعني اجتماعيا او سياسيا في هذا الاعداد الكتاب. بديت اشتغل خلال 3 سنوات بشكل شبه يومي حتى أقدر أطلع اللي هما بداية أصل الصباح اللي كان هو موقعهم بالفلاج بمنطقة الهدارة في جنوب عرب نجد، وكانوا هما أصلهم هناك. وبعدين راح أعطيكم لمحة سريعة على وصولهم للكويت، وبعدين بنوا قصر اسمه صبحة للحين موجود في السعودية، وصار هناك خلاف بينهم وبين أولاد عمهم، وعلى أثر هذا الخلاف طلعوا وراحوا إلى منطقة الزبارة بقطر. قعدوا ما بين 40 إلى 50 سنة. هذه الفترة اللي تعلموا فيها الغوص وصناعة السفن. وبعدين صارت مشكلة في قطر. يعني إحنا قاعد نتكلم عن أي سنة بالميلادي؟ 15 القرن 15. وبعدين طلعوا، في مشكلة صارت في قطر، وبعدين طلعوا راحوا إلى شمال الكويت اللي هو صوب فوق الصبية، وبعدين قعدوا فوق الصبية فترة صغيرة، وبعدين انتقلوا إلى كوت اللي هو خذوا الإذن من بن عريعر وهو أمير قبيلة بني خالد، وهو هذا تنقلهم. وكان للعلم أن أبو صباح الأول اللي هو اسمه جابر توفى في قطر وتم دفنه في منطقة قطر، وهذه هي بداية صباح الأول في دخوله إلى الكوت. جميع الكتب التاريخية ما تطرقت على هذا التسلسل، وأنا طبعا تكلمت فيه بطريقة متسلسلة ودعمته في الإثباتات. متكلم عن منو لقى لما دش الكويت؟ كانوا أهل الكويت عائلة بريسلي والمصيبيح، كانوا موجودين بالكوت قبل الصباح. الصباح يعني للعلم أن هم وآل خليفة من بطن واحد مع آل سعود حكام البحرين، وكانوا موجودين معنا. ترى آل خليفة انتقلوا معنا للكويت صح، وبعدين انتقلوا من الكويت راحوا إلى البحرين. وإحنا مع آل سعود العم خلصة. فهذه المعلومات وحطيتها من انتقلت إلى أن وصلت صباح الأول. بعدين خذيت تسلسل والدي اللي هو سلمان، هو أكبر أولاد صباح الأول، بعدين محمد سلمان اللي حكم الكويت يوم كان جابر العيش في البحرين، بعدين تطرقت إلى حمود محمد سلمان اللي شعر فيه باللعبون، وكان يعني من أشعاره كان يقول أبو مالك. بعدين تكلمت عن يدي مالك اللي هو أمير منطقة بوحليفة وحياته اللي كانت فيها. بعدين تطرقت إلى حياة أبوي من طفولته إلى وفاته. طبعا كانت طفولته وأبوي كان أسير، أكبر أسير كان موجود في أيام الغزو الصدامي، وإلى أن توفى. وكان لنا شرف بأن سمو الأمير في ذاك الوقت أقسم في مجلس الأمة، وبنفس اليوم كان أول مشيعين في وفاة والدي كانت العصر. فكانت لنا من 2 الصبح طلبوا أن ننطر للعصر عشان سموه يشرفنا بيكون أول مشيعين على وفاته. إحنا معانا طبعا صور حق عيالك الله يحفظهم، يعني من شجرة العائلة الكبيرة لشجرة العائلة الصغيرة الله يخليهم ويحفظهم. تتكلم عنهم جاهزين سعود؟ صور كانوا موجودين معانا على الهواء، شوفوا الله يحفظهم عيالك. بنتي الكبيرة شهد. منو فيهم تحس أنه امتداد منك، يعني راح تحس أنه يمشي على الخطأ اللي أنت مشيته؟ والله في امتزاج بين شهد وشاها. شهد الإنسانة الهادية جدا، شاها الإنسانة القيادية جدا. فهد يمتزج بين الاثنين اللي هو القيادي والهادي. هذا راح يبدع عيل. الله يحفظه. الله يسلمك.
انتهينا في إصداره والحمد لله هذا الكتاب الحين موجود. جميل. طيب أبو فهد، يعني اللي أنا عرفت أن حضرتك كان معروض عليك أكثر من مرة أنك تكون يعني في السلك الدبلوماسي، وحضرتك ما فضلت وحبيت تتم بالطريق اللي أنت رسمت لنفسك. نستغرب يعني شوية اتخاذك مثل هذا القرار، خصوصا أن حضرتك يعني معروف بدبلوماسيتك ووجاهتك يعني. طبعا الله يذكره بالخير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم هو اللي طبعا عرض عليك هذا الموضوع، لكن انت رفضت، ونبي نعرف احنا ليش رفضت. والموضوع كان كنت في بروناي وتم ترتيب موعد مع وزير خارجية بروناي. الحكي هذا 2002 2003 كنت توني متعين في وزارة التجارة، وبعدين يوم قعدنا مع بعض فتحنا الحوار وتكلمنا بشكل متسلسل بربط العلاقات الثنائية بنظام الحكم والدين والعادات، وطلبت منهم إن إذا يبون أي مساعدات في المنظمات الدولية إحنا نفتح لهم إذنا. فقبل ما أقوم قال لي أبيك توصل رسالة إلى وزير الخارجية الكويتي بأنه قدم لي دعوة وبأقرب وقت راح ألبيها. هني انا الحين طلع الموضوع من وزاره التجاره دشينا في الخارجيه الحين. فاول ما وصلت الكويت كان وقتها الله يحفظه سمو الامير وزير خارجيه، وزير خارجيه الشيخ محمد كان موجود هناك، فطلبت اني انقل المعلومه هذه. فدخلت عند الشيخ محمد، الشيخ محمد كنت انا شويه مرتبك، فاتذكر كان ماسك بيده مصباح قال لي يبا الموضوع، قل لي يا كذي قط المصباح على الطاوله. قلت الموضوع 1 2 3 4 وينقل تحياته. قال شو سويت؟ قلت نقلت تحيات الكويت ونقلت كذا 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 كذا، وهو يوجه بلغني تحياته وقال لي بلغ وزير الخارجيه الكويتي بانه باقرب موعد سوف يعني يلبي هذه الدعوه. قام قال لي ايش رايك تي السلك الدبلوماسي وانا راح اكون يعني تحت قطاعي. فقلت له طال عمرك ايش كثر يبيش تحطني سفير؟ قال لي لا هذه بلا تدرج. صحيح. قلت له لا يعني مو يعني خلال سنه سنتين. قال لي لا. قلت الحين انا ما رحت الخارجيه. طبعا هي رد دبلوماسي، يعني حضرتك تبي على طول سفير. هو رد دبلوماسي عشان انسحب، تدرج المفروض تدرج فيها انت. إيه. فانا عشان يعني ارفض بطريقه دبلوماسيه. صح. كان هذا التوجه قدامي. حلو. فقلت له خلاص خلني على وزارتي. صح. فقال اذا غيرت رايك ترى مكانك موجود. قلت له مشكور طال عمرك ما قصرت، انا افضل اني اكون موجود بالكويت في ذاك الحقبه. بالوقت كان والدي موجود وانا كنت متعلق فيه بشكل يومي، فما اقدر ان اكون خارج الكويت لان تعلقي فيه ولقائي فيه بشكل يومي راح يمنعني بهالشيء. هذا اللي خلاني اكمل. لكن وجودي بوزاره التجاره في قطاع التجاره الخارجيه هو شبه يعتبر سلك تجاري سياسي دبلوماسي. صحيح. فكان هو نفس الرتم اللي انا ماشي عليه. فعشان كذي انا لقيت نفسي بهالمكان. نعم. احنا نقول لك قواك الله ونورتنا في هلال الكويت، ونتمنى نشوفك مره ثانيه ويعطيك العافيه. الله يعافيك ومشكور وما قصرتوا. انا ودي بس ان اشكر معالي وزير الاعلام كذلك وكيل وزاره الاعلام على اتاحتي هذا اليوم معاكم، واشكر وزاره الاعلام عن طريقكم في دعمهم حق معرض الكويت الدولي الاول في جميع الامكانيات اللي سخروا لنا اياها وجميع الطلبات اللي طلبناها منهم ووفروا لنا اياها عن طريق وكيل الوزاره، وهذا شيء يعني مو غريب على وزاره الاعلام. قواك الله ويعطيك العافيه. اذا مشاهدينا نكمل معاكم باقي فقرات لأهل الكويت، وعندنا فقره زميلنا عبد الله يحيى نشوفها مع بعض. We'll be right back.
مساء الخير وحياكم الله مشاهدينا ومتابعين ليالي الكويت. اليوم ضيفتي فنانة تونسية بدت من التلفزيون وانتقلت إلى المسرح بعدها للدراما معي الفنانة هدى صلاح. مساء الخير وشن أحوالك؟ شن أحوالك أنت لبيس؟ تمام شن أحوالك؟ عبد الله مساء الخير لك ولكل مشاهدين تلفزيون الكويت، أمسيهم بالخير. واليوم أنا معك أول لقاء لي في الإعلام بعد ما وصلت من دبي. نقول لك الحمد لله على السلامة. أكيد وبدي معاش في أول يعني أو من تصاريح صحفية لك إن قلتي نعم أسعى للشهرة النجومية من باب الكويت، عشان كذي اليوم هدى موجودة بالكويت؟ قبل ما أجاوبك إني أنا عشان شنو موجودة بالكويت، في بعض الصحفيين للأسف تقول حوار أو تسوي لقاء بعدين تفاجأ أنت الكلام اللي أنت قلته مصاغ بطريقة ثانية، وهذه نحن درسناها بالإعلام وأنت عبد الله دارس إعلام وتعرف أن طريقة صياغة الأجوبة ممكن تغير المعنى نفسه. بالعكس أنا يشرفني أني أسعى للشغل في الكويت لأن الأعمال الكويتية ناجحة ورائدة وتطورت الأعمال الكويتية جدا في السنوات اللي طافت، هذا أولا. ثانيا أنا شعب الكويت يعني مو مجاملة أو رمي ورود، أنا أحب طريقة يعني حياة الشعب الكويتي، طريقتهم مشابهة جدا لطريقة الشعب التونسي، وناسة دمهم خفيف، يعني شعب خفيف الظلق. بس أنت اليوم يعني فنانة تونسية مقيمة في الإمارات، هل سبب إقامتك في الإمارات للزواج من إنسان خليجي والحصول بالتالي على الجنسية الإماراتية؟ شوف أنا يعني لو أقول لك شيء راح تضحك شوي، أنا إنسانة ما أحب البرد، طيب فتونس الأجواء دائماً باردة، أنا أحب المناطق الدافئة عموماً، ودبي من أنا صغيرة كنت وايد وايد أحبها، كنت أروح لها إجازة، بعدين قلت حق أبوي أنا أبي أستقر مع أختي وزوجها، ما أبي أقعد يعني بالبرد وكذي، ويعني حاولت بكل الطرق إني أنا أكون موجودة في دبي، فأنا صار لي فترة يعني حتى كملت دراستي بالإمارات دبي ناشونال سكول، فاخترت دبي الجو طريقة الحياة وايد حبيتها وعشت بالإمارات. عمري ما كان تفكيري أني أنا هو موضوع الزواج عموماً بالنسبة لي هو قسم ونصيب، فلا أسعى أني أنا أتزوج، ما أدري ممكن أتزوج بريطاني ما حد يدري، فأنا ما أسعى، بالعكس يشرفني إذا تزوجت لأن هذه البيئة أنا عشت فيها وتعودت عليها، بس أنا مو قاعدة أدور هالشيء. بس هدى في إشاعة دائماً تلاحقك اللي هي الزواج من مليونير خليجي، للحين نقول مبروك ولا بعد ما صار؟ لا هي كانت فترة معينة انخطبت فيها وما صار نصيب والحين أنا سينجل. حلو، لكن إقامتك بالخليج خليتك تتكلمين خليجي، وايد اليوم على الانستغرام والسوشيال ميديا ينتقدونك وتردين عليهم رد شوي يكون جارح. والناس اللي مو عاجبهم اني انا اتكلم خليجي اقول لهم انتم لما تتكلمون انجليزي وتتلصقون بالغرب ما حد قال لكم شيء، على الاقل انا اتكلم لغه عربيه. ان تقولي لهم انتم تتلصقون بالغرب مثلا تتكلمون انجليزي، شنو ردش لهم؟ شوف عبد الله يعني وايد ناس مثلا خلينا نقول في جاليات يدرسون بامريكا، في جاليات يدرسون بلندن. انا اعرف انه هذه لغه وهذه لهجه وانا مو ضد هالشيء، بس كل واحد اشوف انه حريه شخصيه، تبي تتكلم خليجي ولا تبي، انا مو قاعده اتلصق في احد، انا هذه اللهجه احبها وتعودت عليها واحسها مني وفيني، فهذا مو معناتها اذا واحد حب لهجتك انه هو قاعد يتلصق فيك، بالعكس يعني مو كل احد ممكن يتقن اللهجه الخليجيه. هدى طبعا قررت انها تعلمني كويتي، ايش علمتيني؟ شو هالحكي؟ وانا قررت اعلمها حجازي. في مقاطع اكيد منتشره عليك في الانستغرام صحيح مع فنانة نصر الحربي تعلمينها كويتي فيه؟ شوف الفيديو اللي صار مع نصر كان جدا تلقائي، فكانت معانا الكاتبه السعوديه تهاني الغامدي اللي عندي مسلسل قريبا معاها راح ابدا تصويره في الكويت، وكنا نضحك فنصر تتكلم حجازي بيور يعني اللهجه الحجازيه الجداويه، فنصر تبي تتمثل في الدراما الكويتيه وتشوف انها دراما جدا ناجحه، فقالت له ده شلون الحين انا اتكلم يعني انا اتكلم حجازي، فقلت لها خلاص انا بعلمك كويتي، وهي قامت تقول انا بعلمك حجازي، فكان المقطع جدا يعني تلقائي ما كان فيه شيء والناس كبروا السالفه يعني ما ادري ليش. يمكن الناس شافوا هذا المقطع مع نصر الحربي والمشاهدين يمكن يعرفون انك صديقه لامل العوضي، في خلاف بين نصر وامل. شوفوا منو جاي تاخذني اموله. شلون بينهم بالنص؟ شوف الخلاف انا مو واضح عندي وايد، يعني انا امل صديقتي من زمان ونصر يعني صار لها فتره هم صديقتي، وانا دائما في صداقاتي ما يهمني الناس شنو تقول عن الناس،
يهمني علاقتي مع الشخص، أول شنو معاي أنا بمشي على هذا المبدأ، عرفت شلون؟ ممكن شيء بسيط هو اللي صار، ما أدري هي غلطت باسمها يمكن في تصوير سناب أو شيء. أنا هني ألوم على نصرة شوي، لأن مهما كان إذا أنت ما تعرف اسم الشخص ممكن تسأله بكل أدب تقول له شنو اسمك، أنه يعني ما تتجاوز الشخص. فهذه أشياء بسيطة وأنا أعتبرها تافهة، في أشياء أهم في الحياة أنه إحنا نفكر فيها. حلو، هذه الصداقة بينك وبين أمل عوضي، يقولون أن نفس الدكتور التجميل اللي تروح لأمل عوضي حضرتك تروحي له، شنو ردك على الكلام؟ يعني شوف، هذا موضوع التجميل صراحة إحنا ب 2016 صدقني، أنا لما أروح عيادات التجميل ما شاء الله كل البنات من كل الدول العربية، سواء من الخليج أو من كل الدول العربية، يعني ما تحصل موعد. فاللي قاعدين يتكلمون يعني أمل ولا مرة ودتني دكتور، ولا أنا ولا مرة وديتها معاي، كل واحدة دكتورها منفصل عشان يرتاحون يعني. والأشياء اللي سويتها أشياء بسيطة يعني، مو فيها تغيير للخلقة أو شيء. حلو، يعني ما سويت ولا عملية تجميل؟ شوف مثلا شوفت سويت عادي، حالي حال البنات، تجيب لي واحدة 2016 مو مسويه، شفت؟ محتاجين يعني رياضة مو كافية. في بعض الأحيان ما يكون عندك وقت وأنت محتاج إنك أنت تكون بهذا الشكل، فما يعني ما عندك وقت، فتشفط وترجع تسوي رياضة. حلو، إذا يمكن على طاري الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم قاعد نشوف إعلاميات تفرغوا لهذه البرامج وما قاموا يشتغلون فن ولا قاموا يطلعون على التلفزيون، شنو رأيك باللي قاعد يصير اليوم بالتواصل الاجتماعي؟ والله قاعد تصير اشياء بين قوسين تلوع الكبد. بس انت هدى عندك سناب شات وعندك انستغرام. اي بس ما تنزلين كل شيء. لا مو كل شيء، اشارك الفولورز بشغلات ممكن تفيدهم بشغلات عني، بس ما تأذي خصوصيتي، لان خصوصيتي حقي انا، ما ابي يعني مو حلوه كل الناس تعرف عنك كل شيء، سواء كان هذا الشيء ايجابي او سلبي. تسمعين حق الاكونتات اللي مثل يعني تنقد الفنان او الناقد او تحط لك مثلا قبل وبعد وبيفور افتر، هذه الاشياء تسمعين وجهه النظر اللي تكتب هالناس بالكومنتات؟ شوف، هذه الاكونتات، في بعض الاكونتات الزينه اللي تخلي الحريه للفولورز انه هم يقيمون هذا الشيء، ومو دائما تقييمهم يكون صحيح، في بعض الاحيان يكون تقييمهم جارح. الحمد لله انا يعني انا اللي يدخل بروفايلي بالانستغرام يعني اذا سبوني حيل حيل قالوا دبه متينة، يعني هذه اكبر مسبه ولله الحمد. لا ما يضايقني عادي، خلاص تعودت عليه. بس بدي اضعف وايد بالصج من الشاشه اكيد كبر. شيء طبيعي يعني، اليوم انت مع الاتش دي، يعني قبل كنا 5 كيلو احنا صرنا 7 كيلو نبين امتن. هدى غبتي فتره عن الساحه الفنيه بسبب مرض الوالد وبعدها وفاته. صحيح. الله يرحمه. اليوم هدى شنو تفقد من الوالد الله يرحمه؟ اوه أفقد وايد يعني، حرام عليك عبد الله. شوف كثر أنا ما أفقده، بس يعني دائما أحلم فيه ويعني وأشوفه بأحلامي وأسولف معاه. يمكن في بعض الأحيان المرض يتعب الإنسان، فأقول الله يخفف عليه، وجوده كان وايد حلو في حياتي، والله يرزقني بزوج صالح يعوض علي غياب الابو. الله يحفظ لي اخواني ويحفظ لي الوالده. يا رب. انا اعتذر اذا يعني نزلت دموعك على هالسؤال. لا عادي. احنا وصلنا حق سؤال الانسحاب، هذا اخر سؤال عندنا. أوكي. في سؤال الحين موجود، تفضلين تشوفينه اذا حابه تجاوبين عليه. هالكاميرا ما تطلع السؤال. ما راح حد يشوف السؤال. شور. الا اذا تبين تقرين السؤال وتجاوبين عليه. ابي اجاوب عليه. شغيه هدى. ابي اجاوب عليه. تفضل اقرا السؤال. ابي اشتكي انت السؤال دام انك مذيعه سابقه. السؤال يقول يا مشاهدينا، في تصريح صحفي قلتي لحمي مر ولست صيده سهله. هل تشوفين ان هناك في الوسط الفني مضايقات من منتجين وفنانين؟ شوف، في كل مجال فني، حتى بالغرب ترى. انا بالصيف كنت بلوس انجلوس وشفت في كل مجال، مو بس المجال الفني، مو بس المجال الفني، في مجالات ثانية. وفي يمكن الدراما المصرية تكلمت عن هذه المواضيع، يمكن احنا هذه المواضيع شوية ما نتكلم عنها. عندنا بالخليج في ولا لا؟ اي في. تقدرين تقولين اسماء؟ في ممثلة مثلا يعني تتحكم ببعض المنتجين. ممثلة
وهذا الشيء ممكن يقعد ناس بالبيت ما تشتغل. صار فيك هالموقف كنا مع ممثله ولا سمعتي عنها؟ لا شفت بعيني، يعني شفت بعيني، ما حدش قال لي. من هاي الممثله؟ انا عارف. الله يهديها. وانا اقول ترى الدنيا هذه فانيه، يعني مهما واحد سوى اليوم انت قطعت رزق فلان وفلان وفلان، احنا المفروض نفتح الرزق حق بعض، احنا نساعد بعض. اشكرك اليوم على وجودك، صراحه انا شرف جدا بوجودك، واقامه سعيده بالكويت، والتوفيق ان شاء الله. اشكرك وايد عبد الله، وان شاء الله اكون خفيفه، ضيفه خفيفه عليكم، ما ثقلت عليكم ولا حد يزعل مني، انا انسانه صريحه ويعني واضحه مع نفسي، وهذه انقلها لكم ان شاء الله توصلكم بكل صدق. وانا مستانسه وايد بالكويت، فجاتي وكلكم ان شاء الله احاول اشوفكم. شكرا حياك الله. الكاتب والسيناريست الكويتي الشهير فهد العليوة، مؤلف لأشهر المسلسلات الخليجية، يتحدث عن تعاونه مع ألمع نجوم الفن الخليجي، كيف لفت الأنظار بكتاباته الرومانسية والتي ينتظرها المشاهدين بشوق، كيف وثق به كبار النجوم على الرغم من جرأة كتاباته وصغر سنه، ما هي فلسفته الخاصة والتي جعلت منه كاتب في الصفوف الأولى؟ الكاتب والسيناريست فهد العليوة ضيفنا في ليالي الكويت الأحد.
الله حنان قواك الله يعطيكم العافيه شباب يعطيكم العافيه شباب حنان نورتينا في ليالي الكويت وجودكم صوت والله. وايد حلو الله يخليكم من ابداع لابداع بس بالبدايه بنشكر طبعا زهور سندس اللي هدونا هذا الورد وقبل شوي كان شغال في مايك المسكين تعبان قبل شوي شغال وبالاخير على حد مايك اي انهدلج وتستاهلين وهذا اقل شيء صراحه جدا سعيده بتواجدي اليوم معاكم وتشرفت ان من زمان انا غايبه عن تلفزيون الكويت اتشرف ان اعود له في فبراير الخير اسميه الله يحفظها الديرة إن شاء الله اللي ما أنكر عمري فضلها علي من كل أساتذة في كانوا في المعهد العالي للفنون الموسيقية دراستي هني لقيت بنت شخص الكويت أنت بنت الكويت إيه ديرتي ثانية والله يعني على ما يقولون it feels like home ما كلش ما حتى أنا جبت أمي وأمي قالت لي هالمرة ما تروحين لريل على ريلك الكويت فعلي جبتها إيه حبيبتي وأشكركم على الورد الجميل يعطيه ألف عافية الله يوفقه إن شاء الله ويبارك لك رزقه إن شاء الله سندس زهر سندس يعطيهم العافية في صورة حصرية عندنا موجودة طبعاً أنتي أنتي لابسة الملك إيه أنتي جارات الملك بس نبي نعرف الملك حمد البحريني إيه الله الله يحفظ أبو سلمان إيه الملك حمد دائماً نسمع فيه ونعرف إنه هو داعم الأول للشباب الفنانين والشباب البحريني نبي تتكلمين عنه نبي تتكلمين عنه في هذا المجال خلينا نتكلم عن المجال الفني شلون دعم لكم طبعاً الله يحفظ أبونا أبو سلمان يعني ما قصر معنا يعني يوم اللي التقيت فيه صراحة هذه لي شرف شلون أعرف أن ملكنا يدعمنا لما أنا رحت له وقدمني الشاعر علي الشرقاوي الله يحفظه شاعر البحرين قال له فنانة حنان رضا كان يقول إيه بنيتنا كانت في عرب آيدل الله هيبة يعني. الهيبة ما أقول لكم الهيبة حزتها صار فيني سلو موشن يعني تدري يوم اللي كان مفروض يعني ألتقي فيه أول عام كنت أنا في امتحانات البكالوريوس فما يعني ما قدرت امتحاني ليلة امتحاني ما قدر أطير البحرين فحسب خاطري أن أنا مسوية مهرجان البحرين أولا عندي اللوحة الكبيرة كل مدارس طالبات وطلاب البحرين مسوين لوحة على غنيتي سفينة الخير كانت 2014 فالكل قال لي حسافة ما جيتي فيوم هالسنة جيت التقيت فيه قلت الله عوضني خير ان هالسنه انا التقيت فيه شخصيا يعني وهم تشرفت ان انا اعرض لوحه بعنوان تعلمنا بعد مع طلاب وطالبات مدارس البحرين جدا جميل طول عمر ابو سلمان يدعم المواهب البحرينيه يدعم فنانين البحرين الله يطول بعمره ما قصر يعني اي شيء في يعني في الثقافه وهذه هو يعني ملم بالطرب ويعني انت قلتي حنان انه كان متابع برنامج عرب ايدل بس انا عندي تعليق بسيط او سؤال بعد يعني برنامج عرب ايدل هو برنامج جماهيري ضخم طبعا في بعض الناس اللي دخلت هذا البرنامج قالوا البرنامج هذا ما ضاف لنا شيء فنبي نعرف حنان رضا برنامج عرب ايدل ضاف لك شيء ولا ما ضاف لك شيء وبصراحه لا طبعا طبعا انا صريحه لمن يعني بنت بحرينيه تطلع على الام بي سي شاشه الوطن العربي هذه خطوه خطوة ثانية إن هذه هي المركز اللي أنت لازم تستغله صح علشان تبين إمكانياتك مع الأسف أنا ما استغلتها صح لكن يعني تعرفون توني ما وقفت على مسارح وايد للحين فيني رهبة وغير لما أنت تدش كمغني وفارض نفسك غير لما تكون تحت تسليط الضوء ولجنة تحكيم كل الثقة راح تروح راح تحس ان في منافسين اكبر امكانيات في جمهور طبعا أصوات. كبير بالاستديو لان انا هذا الشيء عاصرته وشفته جمهور طبعا طبعا مهم تفاعل اللي قدامك صح يعني ان شاء الله شخصين ولا الاف الاشخاص بسمتهم تفاعلهم راح يفرق معاك صح. فاكيد كل شيء يتغير حزتها يعني احلام حزت الوقت هذاك الوقت لو احلام بس مكشره شوي يمكن تخسبكش فوق تحت تحسين ان ام فهود شو ما رضت عليك بس اذا صفقت لك قامت وقالت انت بدعتي خلاص تبع الطائره بالسماء يصير عندك من ابداع لابداع اي الحمد لله كانت يعني تحضرين حفلتها ان شاء الله بالكويت مشكله هي تاريخ 4 وانا عندي ان شاء الله هاليوم لازم اطير دبي عندي حفل فاتمنى لها التوفيق وهي يعني فنانه الخليج الاولى يعني الله يحفظها ان شاء الله يعني شنو اللي احلام هي اللي تفرض نفسها ما بس ما غنيتي لها غنيتي لنوال لا طبعا غنيت لها احلام غنيت لها مرتين أي. انا ربي بلاني فيك بلوى والثانيه كانت شو اسمها
أنا اللي أنا ربي بلاني في تدري ليش أزعل تدري ليش مو عشان مرتين أنا غنيت لها فيها هالموضوع غادة تبيش تغنين غني ما تدري ليش يلا خلاص غادة شيء أوكي تبي أوكي غني عليك أعشقك وأموت فيك تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجيك تدري ليش أزعل عليك تدري ليش أزعل عليك تدري ليش أزعل عليك تدري ليش أزعل عليك الله, الله الله بس طبعا هذه مفاهد غير حركاتها وإشاراتها وكذي ملكة المسرح الله يحفظها إن شاء الله, الله يحفظها. حنان وين لقيتي نفسك أكثر يعني أنت داش يمكن تجربة تمثيل الحين صح لا ها ما مثلتي لا 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 ولا تمثلين لا إنزين الحين أكثر الفنانين توجههم صار شنو تمثيل يغني ويمثل. يمثل يقدم برامج صحيح. لو عرض عليك تقدمين برنامج وبرنامج قوي صحيح تقدمينه ولا لا ولا تظلين احترافيتك على قولتهم بس بالغناء إذا أنا راح أحس أنه راح يتغير مسماي من فنانة يعني مغنية إلى مذيعة أرفض ترفضين رغم أن أنا يعني من وانا صغيرة أحب الحوار والإلقاء وفي عندي الاجتماعية بس أنا ما رحت لو بتعنى بدرس إعلام ما أدرس موسيقى صراحة يعني فلا أنا أحب فني صراحة وعايشة علشانه ودرست والله يا ريت كل الفنانين يكون تفكيرهم نفسك يعني صراحة بلا تعب ويا بلا كل واحد بتخصصه ما يصير صعب حنان راح تسمعينا شيء مع الفرقة الموسيقية يلا يلا طبعا من انسانه كانت كلش ما تسمع اي تراث ولا شيء دشيت الديره هني وتعلقت بالسامري وما شفت خلي شرقي حولي ورد فيني يسعود فاتن الشهر 25 ما شفت خلي ما شفت خلي خوفي يجوب المنظر الزين مايل وظلي مايل وظلي وويلة يسعود فاتن
الله 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 مبدعة. وطبعا كل ما تقولين يا سعود ويا سعود وسعود مستانس ياخذ لك كلوزات مخرجنا وياخذ لك كلوز ياخذ زوايا وقاعد طالع سواج فيديو كليب هذا عشان قلت اسمه مرتين ما ثلاث مرات. يعطيك العافيه استاذ سعود الرمح. حنان يعني قلتي قبل ما كان لك شغل بالاغاني لا العربي ولا التراثي منها صحيح. انا اليوم ما راح اخليك الا تغني لنا اغنيه انجليزيه عاد حافظه شيء حتى من غير الفرقه ما عندنا مشكله. نبي شيء كذي حلو اديل هلو هادي هادي شيء شو اسمها يا ربي يعني الاغاني الدندنينه دائما بالسياره وكذي أديل لا ما حفظتها ما شاء الله يلا قولي أي شيء جورج مايكل مثلا إيش معنى أنا هذا الوحيد اللي أسمع له بس You can say you love me then I'm your perfect crush how it hurts to need someone that much you can swear you mean it but that ain't good enough cause when a man loves a woman it is all in his touch then words don't mean that much ليش ما كملتي علقتينا يسلم هالصوت هذا الابداع غاده من صوبين تغني اجنبي عربي وكل شيء خليجي تمام كله قواك الله الله يقويك حنان نتكلم شوي عن السوشيال ميديا في الفتره الاخيره يقول لك ان السوشيال ميديا صارت تضر الفنانين وتضر ظهورهم وفي وايد فنانين خسروا ايضا معجبين بسبب ان ظهوره في السوشيال ميديا او مثلا يصور سناب تعودت الناس على انه خلاص صار ممل فانت مع ولا ضد ما شوف انت مسؤول عن شخصيتك شلون ترسمها قدام الناس. انا ابي اكون هزء راح اهزء نفسي في السوشيال ميديا. انت اللي بتمسك التليفون وانت اللي راح تراوي الناس انت شنو شخصيتك صح وش قاعد تسوي وين تطلع وين تروح. هاف سيلف ريسبكت احترم نفسك عشان الناس تحترمك. اذا انت حطيت من قدرك الناس ما راح تحترمك راح تكون في شيء حين يسمونه بروباغندا اللي هي تعرفون الواحد يسوي له بروباغندا يعني مثل بهرجه اعلاميه بس سيئه. حتى البهرجة الإعلامية في لها شنو يعني حدود. في واحد يبي يعني يتجه للقرف يكون مقرف بدل ما يكون يسوي بروباغندا يعني سلبية. لذلك هذا ما يشتغل ترى. ما عصبتي حنان. لا لا مو معصبة بس أنا هالموضوع صدق يعني يعني لازم الواحد يعرف أنا ليش أخاف من السوشيال ميديا دام أنا اللي قاعدة أرسم شخصيتي قدام الناس صح. والحمد لله أنا وايد وايد أحب متابعين اللي ما شاء الله وايد محترمين ما في أنا ما أشوف اللي أشوفه في الحسابات الثانية بس الناس تبي تشوفك دائما مرات بالسناب تبي تشوفك بالإنستغرام يعني ظلت تواصل معاهم صح كلامي صحيح أكيد وبنفس الوقت يبغوا يشوفونك أو أنت تبي تطلع لهم بالصورة الحلوة طبعا أكيد الصورة المحترمة لكن الناس نفس ما قلت لك في اوقات انت تتكلمين يحاولون يصيدون شنو الزلات والاخطاء اللي انت هذه هي تكون سلبيه يعني تضارب اراء شيء ما عجبني اللي قالته هذه اقول لك بهرجه اعلاميه سلبيه ممكن لكن مو ان انا اللي اسعى لها بطريقه خاطئه جدا تخدش حيائي تخدش احترامي لنفسي هذه انا ما شدها شنو يبي يوصل للفنان لما يسوي البهرجه الاعلاميه هذه يبي شهره زين خذ شهره بس ما تجي الاعمال اذا انت مثل ما تقولين سوى شيء فيه مثلا قله احترام او كذا هذا الكلام غلط ما راح يجي له شغل ما راح يجي فشنو الفائده؟ ليش انا اكون محط انظار الناس وكلامهم بما ان انا اقدر اكون محط اعجابهم صح واحترامهم فلا في واحد كل واحد وسكته شنو يبي يتوجه له يعني صح صح كلامك سكت السعاده ان شاء الله يا حنان ان شاء الله يا رب شنو راح تسمعينا؟ ما نبي الوقت يسرقنا كان يا زارعين العنب يا سلام يلا اختيارات موفقه اليوم احنا مزاج دوري قديم تستانس هذا دوري قديم اللي ما له اول ما له تالي اي والله يا زارعين العنب ما بتبيعونا يا زارعين العنب
حنان، الله يا حنان قواك الله ويعطيك العافية ويعطيكم العافية يا شباب. يعني فعلا ختامها مبدعين ما شاء الله، وايد مبدعين مسك، والوقت مشى بسرعة. اي والله فعلا الوقت معاك ما يمل. كنا ناويين بعد نطلب أغاني وايد بس للأسف الوقت طاف، ما أدري شلون طاف صراحة. احنا نشكرك جدا لوجودك معنا حنان، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبانتظار احدث اعمالك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، يعطيك العافيه. ووايد وايد سعدت ان انا تواجدت معكم اليوم وعلى تلفزيون الكويت. اشكركم لاستضافتي، وان شاء الله فبراير ينعاد عليكم كل سنه والسنه بالخير يا رب. الله يديم عزها الديره ان شاء الله، والله يحفظها حكومه وشعبا. الله يبارك لكم يا رب. مشكوره حبيبتي. والله بغيت انا يا الزينه عن البحرين الحبيبه. الله يحفظ اهلها ان شاء الله من كل مكروه، ويحفظ ملكها باذن الله. هذا عندنا بعد باكر الفرقه السيلانيه راح تكون موجوده صح؟ عشان لازم ننوه بالموضوع، باكر الفرقه السيلانيه راح تكون موجوده معنا في ليالي الكويت. مشاهدينا بكذي انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم غدا باذن الله تعالى في ليالي الكويت. نشوفكم على خير ومع السلامه مشاهدينا، في امان الله. تابعونا باكر في ليالي الكويت مع الفنانة هادية التونسية في ليلة من الطرب الجميل، وبعد بتكون معانا النجمة الشابة ليلى عبد الله. كل هذا بس في ليالي الكويت.